بطلع بالشيء اللي انا ممكن ارتاح فيه، انه بالشيء اللي ممكن يرضي الناس. انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. صار لي زمان عنكم، عم غيب عنكم عن اليوتيوب بعرف، بس السبب اكيد هو الامتحانات. بس عم حاول دايما اني انا بكون معكم على الانستغرام، فاذا بعدكم مش متابعيني على الانستغرام روحوا تابعوني هناك، كل يوميات وبددش معكم بشكل يومي، بتلاقوني دايما هناك. راح خلي لكم اسم حسابي تحت في الديسكريبشن بوكس، كمان يطلع لكم اسم حسابي هون. واذا كنتوا اول مره بتشوفوني اهلا فيكم بالقناه، اشتركوا فيها بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بالقناة. طولنا لايك كبيرة. فيديو اليوم هو ميكس ما بين قصة احدى متابعاتي وقصة صارت معي، او قصة انا مريت فيها. صراحة ما رح خبي عليكم، بس هي اول مرة من لما بلش اليوتيوب بحس بخوف، وانا عم صور بحس بمسؤولية كبيرة وخايفة اني انا بتفهم غلط، لانه هالموضوع كتير حساس بالنسبة لكتير بنات، وبنفس الوقت ممكن يكون تاب وما بعرف. بتمنى ان الفكرة توصل للعقول وللقلوب، لانه الموضوع مش سطحي زي ما انتم مفكرين. اشربوا اي شيء انتم بتحبوه انتم عم تحضروني. سو الرسالة كالآتي: ميرا الاميرة ان شاء الله تكوني بخير حبيبتي، انا حابة احكي لك شيء مضايقني على الاخر وما لقيتش لمين بحكيها. انا فتاة عمري 21 سنة، طالبة صيدلة ومزيانة، اما صغر حجم الثدي عقدني، صار ما عندي اي ثقة في نفسي، كرهت حالي، عم حس حالي اني انا مني انثى، ترجعت في دراستي، مني عارفانة شو بدي اسوي. اولا انا كتير بتشكرك انه وثقتي في انا واجتيني انا وحكيتي لي انا، عم حس كتير بمسؤولية تجاهكم، عم حس انه في تأثير متبادل بيننا وانه في ثقة كتير متبادلة بيننا، وعن جد بتشكركم كلياتكم على هالشي. قبل ما بجي وبقلك نصائح شو ممكن تسوي، رح احكي لك قصة بنت. هاي البنت لما كانت عمرها يمكن 14، من لما بلشت تتغير ما بين الطفلة الصغيرة للبنت انها عم تجهز حالها لتكون امرأة في المستقبل، فاكيد رح تصير تغيرات هرمونية فيزيولوجية، اشياء عم تظهر على جسدها واشياء يمكن مكنونة الداخل. هاي البنت كانت رافضة فكرة انها هي بتكبر، كانت رافضة فكرة انه ممكن تجيها دورة، فكرة انه يطلع لها صدر زي اي بنت في العالم، كانت رافضة كل هاي الافكار. والشيء اللي في هذيك الفترة اللي هي فترة المراهقة، فترة كتير حساسة في عمر اي بنت او اي شاب حتى، كان صدرها ملحوظ اكتر على البنات التانين اللي في سنها، كانت ترفض انها هي تلبس الملابس الداخلية لهالشي، تعاشم بس انها كانت عم تثبت لحالها انه لا انا ما كبرت، لا انا ما عندي شي، انا عادية زي بقية الناس العاديين. وما تركت ولا شي في الانترنت وهي عم بتدور وعم تبحث كيف فيها تصغر الصدر، كيف فيها ما يكون عندها صد. فيكم تتخيلوا جايز انه هالحالة النفسية اللي وصلت لها هاي البنت شو ممكن تكون؟ جربت كل وصفات تصغير الصدر وما صار ولا شيء، ومع ذلك ظلت تحاول وتحاول وتحاول ومنها ابدا يأسانة، وما حدا من قرايبينها ولا من رفقاتها يعرف بالموضوع، لانه هي اصلا كانت تخجل الموضوع، كانت عم تشوفه شي بيعيبها، شي بيخليها حدا مختلف عن العالم التاني، وهي كان بدها بس انها تكون عادية. لما بين وصلت لمرحلة واقتنعت انه هي لازم تسوي عملية، عم تنطر السن القانوني عشان تسوي عملية تصغير، وكل مرة كانت فيها انه حدا عم يتطلع فيها نظرة غير، كانت عم حس انه هو عم يتطلع فيها من هداك الجانب، انها هي شخص مش عادي، انها هي شخص مختلف، وكانت عم تتأذى نفسيا بس بدون ما بتحكي لحدا، كل شي كانت كتمته في قلبها وتحاول انها تتصرف انه تغير هالشي بأكبر استطاعتها. مارست كل انواع الرياضة، سوت كل الماسكات، قرأت كل شيء عن هذا الموضوع ممكن يساعدها انها هي توصل للنتيجة اللي بدها اياها. حتى اجت مرحلة فيها اذت حالها كتير، حتى عرفت انه هي انتي شو عم بتسوي، انتي شو عم بتخبصي، انتي ليش رافضة هالانوثة وليش رافضة هالجمال، لشو على مين، بس لانهم الناس ممكن تطلعوا فيكي نظرة غير، بس لانك انتي لسه بدك تعيشي طفولتك اكتر. وشوي شوي لما ركزت في محيطها ومجتمعها لاحظت انه حتى البنات بيغاروا منها من هذا الموضوع، انهم لما كانوا يأشروا على هذا الموضوع كانوا بيغاروا منها، لانهم هالشي هني بدهم اياه، وهالشي يثبت انه ما فيش حدا في كوكب الارض راضي على حاله،
اذا عندك شيء معين بدك تحصل على الشيء الثاني اللي عند شخص ثاني، وانت الشخص الاخر اذا عندك شيء فبدك تحصل على الشيء تبع الشخص الثاني. وبعدين اجت عقليه الكيم كارداشيان والشيب تبع البادي، انه الصدر لازم يكون كبير والمؤخره لازم تكون كبيره وهيك. هاي البنت اللي انا بحكي عنها هي انا، صدقوني هذا الماسك اللي كنت عم سويه لهلا متذكرته، وبحمد الله انه ما سبب لي ولا شيء. يعني انا كنت طفله، انا كنت ما بعرف، بحمد الله انه ما سبب لي شيء وما ضرني انا، لانه هاي خرافه الماسكات، ماسكتك كبير الصدر، ماسكتك صغير الصدر، ماسكتك كبير المؤخره، هاي كله كذب، هاي ناس عم بتتاجر بيكم، ديروا بالكم تصدقوه يعني بالعقل وبالمنطق. تتخيلوا انه الخلل هو داخلي، تخيلوا انه شيء خارجي على البو على الجلده راح يغير في شيء هو اصلا داخلي. مستحيل مستحيل انه العقل يتقبل هيك فكر، بس لانه انا كنت بوقتها ما بعرف، كنت مستعده اصلا اسوي اي شيء، اجرب اي شيء، المهم انه انا في النهايه بطلع بالشيء اللي انا ممكن ارتاح فيه، انه بالشيء اللي ممكن يرضي الناس. بس عشان انا كنت رفضته، بس عشان انا الرفض تبعي كان شديد لدرجة كنت مستعدة اسوي اي شيء اي شيء، بس اني انا بكون راضية والمجتمع يكون راضي انه خلاص انا هيك بيرفكت. بس بعدين هيك اكتشفت انه غلط، انه هل هالشي عن جد يستحق كل تعبي؟ هالشي عن جد يستحق كل تفكيري؟ انا اصلا كتير حلوة، انا اصلا حدا كتير بيجنن، فليش عم سوي هيك بحالي؟ ايه قولوا على حالكم هيك، انتو بتجننوا، انتو حلوين. هالشي اذا انتو ما عطيتوه لحالكم مين غيركم رح يعطيكم اياه؟ ولا حدا. احيانا ما نلاقي حدا يفهم، احيانا ممكن هيك كلمة نسمعها من اي حدا بتأثر وبتدمر نفسيتنا كليا، خاصة نفسية المراهق. يعني تخيلوا انه حدا طفل اللي هو في سن المراهقة عم يفكر انه عم ينطر بس امتى يكبر عشان يسوي عملية. تخيلوا لو كنا عايشين في عالم كلنا بنشبه بعض، كلنا زي بعض، شو ممكن الاختلاف وشو ممكن الشيء اللي يميزك على الشخص الثاني؟ لا تخلوا هدول العالم ينقصوا من انوثتكم. معايير الجمال عم تتغير سنة بعد سنة، يعني اذا كان هالشيب تبع كيم كارداشيان هي شيء رائج هلا، ممكن بعدين ما بيكون شيء رائج، شو انتي بتسوي بعدها؟ يعني الشيء الثابت واللي مستحيل يتغير هي روحك وقلبك. اشتغلي على هذا الموضوع، اشتغلي على ثقافتك، ما تخلي تعريفك هو شكلك. حتى الرجل في حد ذاته لما يشوف بنت حلوة بس وعقلها صفر وروحها صفر، مستحيل انه ينجذب لإلها. فزي ما بنحب نركز على جمالنا الخارجي، خلينا نعتني كمان بجمالنا الروحي. ما شاء الله عليك، انتي صيدلية ومستقبل كامل عم يستناكي وحلوة ما شاء الله عليكي، فشو ممكن رح يضيف لك اذا كان معك صدر كبير او صدر صغير؟ ولا شيء. جسد اللي معك رح تعيشي به طول عمرك، فكوني متقبلة كل اختلافاته. على فكرة انتي رح تكبري في السن، رح يتغير شكلك كل مرة، وانتي عم تكبري رح تكوني انتي كارهة حالك؟ رح تعيشي حياتك كاملة وانتي كارهة حالك؟ لا، مش غلط ومش عيب انه احنا نحاول نحسن من شكلنا، لكن ما بيوصل معنا لدرجة الهوس. اطلعي كل يوم في المراية وفكري حالك بكل انجازاتك، وفكري حالك قديش انتي حلوة، قولي انا جميلة، انا جوهرة، انا ما في حدا زيي، انا اجمل بنت في الارض. واللي ما عم يشوفني هيك فاكيد هو اعمى. حاول انه احنا نشتغل شوي شوي على ثقتنا بحالنا، عن طريق انه نتثقف اكثر، عن طريق انه احنا نقول كلام ايجابي لحالنا، ونذكر حالنا انه احنا عالم استثنائية. ولكل بنت او شاب عم يمر بفترة المراهقة وبيحس في شي مش عاجبه، سواء كان هالشي جسديا او نفسيا، حاول انه احنا نشتغل عليه. شيء تاني وكتير مهم، اذا حدا تنمر عليكم مجرد كلمة بس، فرجوه حده وفرجوه من هو. لا تسمحوا لحدا يتنمر عليكم تحت اي اسم كان يكون، لانه الصمت على التنمر رح يخلي هالشخص هاد يتنمر عليكم اكتر واكتر، رح يظل يستقوى عليكم اكتر واكتر بس لانكم سكت، لانه سكوتكم بالنسبة لإلهم انكم فسحتوا لهم المجال انهم يتنمروا عليكم. بعرف كتير عالم في سن المراهقة تبعها عانت من السمنة، في ناس على اساس انها تمزح معهم فبيسمعوهم كلام مش حلو وهما بيكونوا مجروحين من
من جوا بس عم يبتسموا عشان ما بيحسوا انهم هما شيء اقل. فانتوا اذا شفتوا ناس زي هيك حاولوا انكم تراعوا مشاعرهم، حاولوا تقول لهم كلام حلو، حاولوا انكم انتوا تساعدوهم مش انكم تزيدوا عليهم الحمل. وعلى فكرة احنا بننجرح من الاهل اكتر من انه ننجرح من اي حدا تاني، وبالنهاية الانسان له مشاعر. انت جاي عم تنتقد في نقطة في شخص، تخيل انه هو مش رح يحس، اكيد رح يحس حتى لو كان عم يمزح معك وبيضحك، لا هو حاس جواته بس مش قادر انه يفرجيك هالشي. زي ما انت اذا انا قشرت على عيب فيك رح تحس فيه، طبيعي انت انسان عم بتحس. وبنطبق قاعدة احب لنفسك ما تحب الى اخيك، تسمع الناس شو انت بدك تسمع. بس جايز هالكلام حسيت انه انا لازم عن جد احكيه لانه انا عشت هاي التجربة وعشت هاي الاكسبيرينس، وحاليا من لما كنت هديك البنت اللي بدها تغير بأي طريقة كانت، هلأ إذا أي حدا من البنات يأشر على هذا الموضوع فإني أنا كمان بغيظها لأنه هي بدها هالشي بس مش قادرة توصله. بالنهاية أهم شيء هي القناعة. شكرا لأنكم ظليتوا تحضروني لحد هاي النقطة، وبتمنى أنه هالفيديو كلامي وصل بطريقة صحيحة لإلكم. وهلأ بقلكم ديروا بالكم حالكم أحلامكم وقلوبكم، نلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم. أرمانيا بيبي، سلامات يا هوا، بسليمة. Bye.